من الأفلام اللي لفتت الانتباه السنة هو فيلم وداع جوليا لمحمد كردفاني، فيلم سوداني شارك في برشا مهرجانات، مهرجان كان، مهرجان الجونة وغيرها من التظاهرات، وتحصل على أكثر من 30 جائزة في العالم. من بين أبطال الفيلم هذا ممثلة من جنوب السودان سيران رياك، استقبلناها في قاعدة سينما باش نحكيه معها على الموديلينج وعلى التمثيل، بما أنه الفيلم هذا هو أول تجربة سينمائية لها. مرحبا بكم في قاعدة سينما. بودكاست قاعدة سينما مع حبيب الطرابلسي. سيران عسلامة. عسلامة. هذه كلمة تعرفها بالتونسي. فما كلام آخر تعرفه؟ برشا. أوكي. بس. سبا. سبا والله سبا هي فرنسية أكثر منه تونسي، بس يلا تونسي. قبل ما نبدأ نسلك، خلينا نفسر للناس اللي يسمعوا فينا على أبل بودكاست، سبوتيفاي، أو يتفرجوا فينا على يوتيوب. لو لقيتوني نحكي مصري، لو لقيتوا كلام سوداني فأعذروني، لأنه الأهم بالنسبة لنا في التواصل هو إحنا نتواصل. نعم. فاللغة ما هي إلا وسيلة، وأنا يهمني إن نكون الاثنين فاهمين بعضنا برشا. مش نحكي بطرق متنوعة ولهجات مختلفة. مرحبا بيك سيران رياك، بطلة فيلم وداعا جوليا. I think أول سؤال يمكن أنا نبدأ به، كيفاش عشت عرض الفيلم في تونس؟ واو. أولا شكرا على الإضافة للاستضافة، وأنا مبسوطة شديد أن أنا هنا ومبسوطة شديد أن أنا عرفتك اليوم. في عرض الفيلم في تونس كان يعني أكشي غير متوقع، يعني ما كنت عارفة كيف الجمهور حيستقبل الفيلم، بس كان في a lot of emotions، كان في a lot of يعني دعم support، يعني حسيت أن أنا في البيت. ومبارح يمكن الإحساس هذا أو في أول عرض الفيلم كان فما جمهور، كان فما سودانيين، للأسف يمكن ما كانش فما جنوب سودانيين. أيوه. ولكن كان فما توانسة اللي عاشوا محطات في السودان، فالجمهور بيحكي وقت الـ Q&A وقول يا أنا كنت فاكر أني أنا الوحيد اللي مشيت للسودان، فاكتشفت لا، أنه الناس ولو مش ظاهر يمكن في تونس أنه عنا علاقة بالسودان وجنوب السودان، لأنه فما ناس مشاوا للسودان، فما ناس مهتمين في مواضيع جنوب السودان، وناس تسأل وتحب تعرف شنو هو اللي صاير اليوم في جنوب السودان. أيوة، يعني كان ما مفاجئ ألي ربت، يعني مفاجئ شوية إنه كل التوانسة وكل السودانيين وكل الحضور كان عندهم ذكريات في السودان، فالفيلم لمسهم بطريقة ما، أو إنه إحنا بنعرف الحاجة دي، أو إحنا بنعرف الهيستوري بتاع السودان، فعاشوا معانا في الفيلم بالضبط كيف إحنا عشنا. وبالنسبة للجنوب السودانيين، يعني للأسف ما كان في جنوب سودانيين في تونس عشان يحضروا. علاقات التوانسة بالسودانيين علاقة كويسة، حتى نائب السفير السوداني كان حضور معنا مبارح، بس العلاقة مع جنوب السودانيين شوية ضعيفة، وإن شاء الله يعني أنا أتمنى في المستقبل إنها تتصلح ويكون عندنا حضور أكثر من جنوب السودانيين في تونس إن شاء الله. وعلاش لا، يمكن طلبة من جنوب السودان يدرسوا في الجامعات التونسية، والعكس بالعكس، ولما لا أفلام تونسية تشارك في مهرجانات وفعاليات في جنوب السودان إن شاء الله، ونمشي لجنوب السودان أكيد. سؤالي بخصوص الفيلم مبارح ولا وقت حكينا، قلت أنه فيلم وداع جوليا هو وثيقة مفسرة مبسطة لكل شخص يحب يعرف شنو صار في السودان وجنوب السودان والانفصال. توافقني في هالرأي؟ أكيد. القصة عموماً بتاعت وداع جوليا بتحكي عن الانفصال بين الجنوب والسودان والشمال، وبتحكي كمان عن الصعوبات الجنوبين واجهوها، وأكبر صعوبات إنه هي إحنا كجنوبين كنا عايشين في بلدنا كدرجة ثالثة citizens، يعني مواطنين. وكمان كل شخصية في الفيلم، الأستاذ محمد كردفاني عمل يعني شغل إبداع إنه في كل شخصية مثلت حاجة معينة في الشمال أو الجنوب، أو يعني شو اسمها قولها بأي لغة تحب تقول، يعني صفة. أوكي. كل شخصية كان عندها صفة معينة، أو كل شخصية كانت بتمثل شيء معين، فالفيلم كله مع بعضه يعني عميق، أعمق مما هو بس الانفصال بين الجنوب والسودان. يعني في حاجات عميقة إن لما تحضر الفيلم بتفهمها عن الجنوبين عن السودانيين، فده كانت يعني حاجة
أفضل وسيلة أنا شايفة إنه العالم حيفهموا قصته. وأنت تقول لي إنه الفيلم تحية لمحمد كردفاني طبعاً، تحية لكل فريق الفيلم وطاقم عمل الفيلم، وقل لي إنه مثل السودانيين من الشمال والجنوب كثيراً، عشت حاجات أنت في شخصيتك، عشت حاجات في السودان قبل الانفصال شفتهم في الفيلم؟ أيوة عشتها، إنه إذا عملتها كدرجة ثالثة اللي هي معاملة جوليا إذا عملتها، حتى لو شفتها في الفيلم من غير ما نخرب الفيلم للجمهور، إنه التحرش بين جوليا لما حصل موقف التحرش لو متذكره في الفيلم طبعا. والموقف بتاع التحرش لمونة، مونة كان عندها صوت أقوى من جوليا، دي حاجة أنا عشتها شخصيا. المعاملة يعني واحدة من كانت المعاملة سيئة يعني صعبة قرب للانفصال، لما خلاص 2010 بعد ما خلاص الانفصال اتحدد وأعلنوه، بنمشي المدرسة وكان الشباب في الشارع اللي هو بيضربونا بالحجارة، امشوا انتوا قلتوا عاوزين تمشوا الجنوب وانتوا ليه لسه هنا، امشوا يعني كانت صعبة. كان فما أيام صعبة عشتها؟ صعبة لأنه أنا اتولدت هنا وأنا عشت هنا وما بعرف أي شيء عن جنوب السودان، فكيف أنت تضربني بالحجارة تقول لي أمشي البيت، أي بيت أنت بتحكي عنه أنا ما بعرف، فيعني كانت أيام عاطفيا كانت صعبة، ودي حاجة جوليا عاشت. يس، وأنا ندعو الناس أنهم يشوفوا الفيلم لأنه بالحق يوصل برشا قصص ويحكي غير موضوع يمكن للناس باش يقولوا فقط على موضوع الانفصال، هو الخط العريض الطويل بتاع الفيلم هو الانفصال، لكن جوا الفيلم فما قصص اخرى كبيره يمكن نعيشوها في السودان جنوب السودان او غير جنوب السودان، السودان وهالعلاقه اللي تخلقت بين الشخصيات، فهذا مهم برشا. انا حابب ناس نحكي معك شويه توا نهرب شويه من الفيلم، هل انت فينا نقول انك انت اول ممثله المخرج يسافر حتى يعملها كاستينج بين قوسين فين ما هي في أول دور ليها؟ أوديشن؟ نعم. غالي على مسؤوليتي، I think أنت أول ممثلة مخرج يسافر حتى يعملها أوديشن. ما صراحة ما بعرف، بس يعني حسيت إحساس إنه أنا أول ممثلة، لأنه كان بيحكيني إنه في دورات حتحصل بس ما حصلت في دبي، بس هو يعني مصر أو يعني interested لها شو interested عادي كان فينا انجلش interested انه يجي دبي ويعمل auditions، فحسيت انه يعني في شيء اكيد جذب المخرج، في شيء مميز فيني جذب المخرج انه انا اكون perfect. ما اعترف لكش محمد كردفاني شو الشيء special اللي شافه فيك حتى يقول سيران هي جوليا؟ كردفاني لو بتسمع في البودكاست ده بليز رد على السؤال. كردفاني لو انت بتسمع البودكاست بليز لازم تكون ضيف عنا كمان. طيب نسأل كردفاني على النقطة هاي. أيوة. كيفاش كان التعامل؟ لأنه الناس اللي تتبع سيران عارفوا انك موديل، عارفوا انك كنت ملكة جمال. أيوة. تجربتك السينمائية انطلقت بوداع عن جوليا، فهذا كان رهان من محمد كردفاني. أيوة. يجيبك يجيب بطلة الفيلم أول ظهور لها في السينما. كيفاش حضرت روحك قبل الورشات يمكن اللي صاروا في انت كيفاش حضرت روحك وقت قالك يا سيران انت معنا في الفيلم؟ اولا لما هو جاني الاوديشنز في دبي، انا كنت يعني معجوقة زي ما بتقول، كنت مشغولة بكذا حاجة، فيعني ما كان ايديلي وقت مناسب انه انا اعمل كده او حتى افكر انه انا اعمل الاوديشنز، بس عملته وما حضرت تحضير كويس، يعني ما كنت عارف اصلا تمشي الاوديشنز يعني بتحضر كيف، لأن أنا كفاشن موديل بلبس أسود في أسود وبهيلز وبمشي، ممثلين شو بيعملوا، ما كان معي أصلاً وقت عشان أنا أشوف أونلاين كيف بيعملوا أوديشنز. رسل سكريبت، مفروض تقريباً كنت أقرأ السكريبت من المفروض لأنه بعثوا، بما أنه بعثوا مفروض بس ما قريته السكريبت ليترالي، أنا بشوفه وأنا طالعة في الليفت على الأوفيس، فحسيت أنه أنا بجد ما حاسمع منه تاني. ما كنتش يعني كي تحكي لي هكا وكأنك ما كنتش مقتنعة أو ما كنتش متحمسة أو لا، كنت متحمسة بس ما كنت مقتنعة، لأنه الطريقة اللي أنا جيت بها
بجد هو لو ما كان شايف حاجة مميزة ومحتاجة تدريب ومحتاجة يعني assistance ما كان حيقبل إنه أنا أكون، ما كان حيديني دور أصلاً، لأنه أنا الطريقة جيت بيها كانت سيئة. يعني تخيل أنت ماشي interview وما جاهز أصلاً الانترفيو وبيسألوك وإنت ما عارف، يعني هو بيقول لي أوكي خلينا نمثل الدور، أنا بكون منى وإنت جوليا وأنا ما عارفة what he's talking about، يعني ما كنت فاهم لأنك ما قريتي ما تعرفيش من جوليا ومن لا فكان يعني هذا صبور. فينا نسميه بودكاست الاعترافات الأخيرة بعد خروج الفيلم فيعني للأسف دي شيء أنا مستحيل أعمله مرة تانية. لو جاتني فرصة زي دي أكيد 100% حجهز أكتر، حتى لو اضطريت إنه أنا ما أنوم اليوم القبلي أو حتى اضطريت إنه ما أكنسل everything لأوبرتونيتي زي دي أكيد يعني هأتدرب أكتر. فكرة إنك بعد ما مثلت في الفيلم اقتنعت قلت هذا مكاني، هذا إني سيران فيها تكون ممثلة، حسيت أيوة حسيت إنه التمثيل بيديني صوت أقوى، إنه أنا أمثل قضايا في المجتمع ما بقدر أمثلها كعارضة. وبخصوص تصوير الفيلم، لأنه يعني الفيلم تصور في السودان، تصور في فترة اللي ما كانتش كمان صعبة. كانت صعبة بالضبط في السودان، كيفاش عشتوا أيام التصوير؟ أول حاجة تحية لطاقم العمل، كان طاقم ممتاز وبروفيشنال مرة، من أكبرهم لأصغر الطاقم العمل كان بيساعد على إنه إحنا نكون يعني ندي البست بتاعنا للتصوير. كان في تشالنجز كثيرة، يعني صعوبات كثيرة شديدة في التصوير، لأنه برا كان في ضرب في بومبان، تعرف بومبان؟ أوكي كان في بومبان بيتضرب، كان في مشاكل برا، بس جوا إحنا عندنا تصوير. We need silence. إيمان كانت بتتعب من الدخان. يعني كان في تشالنجز كثيرة شديد، بس ساعدنا إنه you know what هنخلي الموضوع يحصل. يعني صاروا كأنه تشالنج أكبر إنه لازم نعمل الفيلم هذا حتى. أيوة لأنه عندك deadline، عندك حاجات إذا if you missed it خلاص، عندك تصوير بالنهار if you miss the sun بكرة عندك schedule بتاع تصوير جديد. يعني بنحاول قدر ما نقدر إنه إحنا نساعد بعض. فالتيم كله كان واقف مع بعض. لما كنت فاني غرر أول طاقم يقرر إنه عاوزين يعملوا حاجة we will do it، حتى لو كنا تعبانين كممثلين we will do it لأنه إحنا فاهمين الحاصل. يعني اضطريتوا أنكم توقفوا التصوير فترة شوية، يعني كذا يوم التصوير كان off، ما متذكر الأسباب، بس في فترة كان يتوقف وبعدها رجعنا. وقت تصوير الفيلم أو قبل تصوير الفيلم كان فما ورش تعملوا لكم للفريق؟ أيوة كان في ورشة يتعملت 10 أيام في السودان في الخرطوم مع الأستاذة سلوى ممثلة مسلمة. سلوى محمد علي نقدم لها تحية. بحبها. أنا نعشقها. لا بحب بودكاست الاعترافات هذا. نعشقك سلوى. بحبها لأنه يعني إنسانة ما بتتوصل. إحنا في 10 أيام عملت unlocking لحاجات وحسيت إنه أنا confident إنه أنا هوقف قدام الكاميرا وأمثل، وأنا أصلاً ما بعرف أمثل. فعملت ورشة قبلها في 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 دبي مع ممثلة من سوريا، بس كردفاني حس إنه كان سياترد أوكي مسرحي أكثر. أيوة. يعني. كان مسرحي، فخلاص يعني حسم الموضوع مع الأستاذ سلوى وكلنا كنا confident، كلنا خلاص دخلنا في الشخصية والأدوار، كنا يعني ready. أنا ما كنت خايفة من الكاميرا لأنه أنا متعودة على الكاميرات، بس يعني ما بتكلم كثير، فصوتي كان واطي، كانت مشكلة. وعشان أحفظ السكريبت أدتنا تيبس and techniques، يعني كان مكثف، وأنا يعني ممنونة إنه أنا قدرت أتدرب من الأستاذة سلوى. وأنت في التدريب أكيد بتقولي كنت فين يا سلوى من زمان. كنت فين بالضبط. طيب الفيلم اتعمل وحقق نجاحات رهيبة ما شاء الله، يعني مهرجان كان مهرجانات كبيرة في العالم، جوائز في الجونة، كان من المفروض باش يكون موجود كمان في أيام التاج السينمائية، عدد كبير من الجوائز. كيفاش عشتوا تتالي النجاحات هذا متاع الفيلم؟ يعني إحنا متوقعين لأنه كردفاني جهزنا إنه الفيلم ده حيكون كبير حسب الفيجن بتاعه، بس قدر ما يعني يجهز مستحيل يجهزك للحصل. يعني أنا ما كنت متوقع الضخامة
بداية السكسس بداية الفيلم يعني الحمد لله. يعني it's too good to be true زي ما بقول. يعني أنا اللحظات especially في كان لما يتعرض وتصفيق دام 7 دقائق يعني حسيت إنه العالم ماشي بسلومه وحسيت إنه ما مستوعب الحاصل شنو. يعني أنا بشوف الناس بتضحك وبتبكي والمخرجين والممثلين يعني متأثرين، وأنا كنت يعني ما أقول ما متأثرة بس أنا كنت لسه حسيت إنه نم يعني لسه. لو حتى الآن كله إحنا فايزين ب33 جائزة اليوم الحمد لله، ولسه يعني it's too good to be true يعني ما في وكأنه حلمة. أيوة كأنه حلم، ولسه أنا حاسة إن أنا برا الصورة وبشوف اللي بيحصل بسلومو. إحساس جميل جدا يعني ما بتوصف. عرض الفيلم في جنوب السودان كيفش كان؟ واو كانت أهم عروض حصلت بالنسبة لي أنا شخصيا. يعني شفت ردود أفعال عالمية وشفت إنه الناس فهمت، بس لما تشوف يعني الناس اللي أنت بتتكلم عنهم قصة الناس دي والستراجلز اللي عاشوها كنت متوترة وما كنت عارفة كيف حيتفاعلوا معنا، هل حينبسطوا هل حيزعلوا، لأنه في لقطات فيها استفزاز صراحة. يعني أنت قلت حتى في تقديم الفيلم في تونس قلت حاولنا أن نوصلوا صورة السودانيين شمال وجنوب السودان بالجميل اللي فيها وبالخايب اللي فيها نقوله في تونس، فالصورة الواقعية. لكن علاش أنا سألتك على عرض جنوب السودان؟ لأنه مهم أنه أفلام تشاف في العالم، لكن الأهم I think أنهم يتشافوا في الناس، يشوفوهم الناس اللي يبكيوا عليهم الفيلم. يعني كان يعني صراحة غير متوقع، أنا كنت مبسوطة وحسيت بفخر أنه يتقبلوا الموضوع بالطريقة دي، كان حلو شديد. وأقرب العروض إلى قلبك باش نخرجوا من المسابقة هذه جنوب السودان، بحل أنا أي سؤال باش نسألك باش قولي جنوب السودان. أيوة. فأقرب العروض إلى قلبك، عرض اللي يمكن مستحيل سيران تنساه كان وين؟ وأكيد كان 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 فيلم فيستيفال، يعني أول مرة، وده حلم أنا أصلاً ما حلمته في حياتي، ويكون في كان والحضور الصالة كانت مليانة يعني أوفر، وتصفيق دام أكثر من 7 دقائق، ودي أول مرة. I think all the experience بتاع كان يعني كله مع بعض، red carpet. أيوة. أنت ما كنتيش مشارك، ما كنتيش حاضرة في كان، أهو أنا جيت أنا حاضر، لا كنت ضيفة وكنت أيوة. ستار بتاع الفيلم يعني كان كله مع بعض. واو كان فيلم فيستيفال is the winner. great. طيب خلينا في الدول العربية بعد الغونة أكيد تونس، يعني أنا ما حضرت عروض كتار. أيوة بس في تونس حسيت أن أنا في البيت صراحة، حسيت أن أنا I'm home، حسيت حبيت الشعب التونسي، حبيت المعاملة بتاعت التونسيين، حبيت البلد، حبيت السكرينينج يعني كان يعني شعب محترم، حبيت تونس، وكمان حبيت في مصر لأنه أساتذة كبار مثل الأستاذة يسرى، الأستاذة ليلى علوي، الأستاذة على شيحة، يعني جو السكرينينج وكان فخر إنه هم يقعدوا ويتفرجوا عليه. أنا المبتدأ سيران لا يوجد انترفيو في تاريخ سيران ما تكلمت فيه على يسرى، بما أنه هذا البودكاست غيرنا اسمه وصار الاعترافات اعترافات المطر الأخير. يسرى شنو تمثل؟ يعني أنا ما كنت عارفة إنها هي آيدول بالنسبة لي، ما كنت بعرف لحد ما بديت أمثل. يعني هي شخصية يعني بحبها وبتفرج، وأنا من وأنا صغيرة خالص أنا كبرت وبنحضر في روتانا MBC4 القنوات العربية، بشوف يسرى في أي مسلسل هي موجود فجأة قدامك، فجأة هنا وبتشكر وبتقول إنه قدر شنو هي يعني ممتنة إنها حضرت معنا. يعني تخيل تخيل فايقوني تصحوني لا ما تصحوني لو حلم خلينا نايمة. فما مشاريع أنت يسرى؟ بتمنى هذا باش احكيهم بعد اكيد على المشاريع الجديده والمستقبليه ليك سيران، لكن خلي
نحلو شوية في حديثنا. بنت صغيرة تولدت في الخرطوم، عاشت في الخرطوم، كان عندها أحلام والعائلة كان عندها أحلام يمكن ليها، أو كان عندها ليها خطط إنها شو راح تدرس وش تختم. وطلعت الموديل ملكة جمال وانطلقت في عالم الفاشن. هل أنت لقى هذه كيفاش كان؟ لا مقارنة بالتمثيل. كانت زي ما بيقولوا، إحنا بنقول بالسوداني يعني قويت رأسي، ما أعرف إذا فهمت. متتفهم صح، بتونسي صححت رأسي. أيوة قويت رأسي إن أنا أكون الفاشن مالو اللي أنا عاوز أكون. لأنه أنا لقيت دعم من العائلة طبعاً، أكيد أمي وأبوي كانوا support system وأخواتي، بس كانوا شايفين إنه being a fashion model يعني دي حاجة بعيدة من الواقع اللي إحنا عايشين فيه. وخليك أنت IT، أنا أصلاً درست IT، خليك أنت في الIT تساعدي بلدك وتساعدي يعني ينفعك لقدام. فأنا حسيت إنه أوكي، أنا لو وديت يعني عملت trade، لو وديتكم شهادة حتخلوني أكون fashion model. So my dad was like smart. Yes. فاضطريت إنه أنا أمشي الجامعة، ودي كانت يعني ما أقصى تجربة، لأنه أنا أصلاً ما عاوزة. يعني لما أنت تتغصب أنت تعمل شيء، فكنت حسيت إنه الدراسة الجامعية أنا عملتها مقصوبة، إنه أنا عشان أنا أقدر أعيش الحلم لازم أعمل كده. فخلاص يلا أديتهم شهادة وخلوني أعمل أنا عاوزة. وبعد وقت عملت الموديلينج، وما شاء الله يعني شركة كبيرة، مجلات كبيرة، عروض أزياء ضخمة وكبيرة برشا، هل في لحظة ما العائلة قالوا البنت الزولة هذه كلامها صح شديد؟ يعني ندموا على أنهم أجبروك أنك تعمل اللي أنت ما كنتش حابة تعمله في الدراسة؟ ما ندموا أبداً، أبوي أبداً ما ندم، لكن حسي أنه أنا عملت الشيء الصح، أنه أوكي أنت انطلقتي، بس انطلقتي انطلاقة صحيحة، يعني تكوني فاشن موديل بس عندك باك جراوند بتاع education. فهو حس انه اوكي، يعني هو شاف انه ما في قوة في الدنيا حتوقفها من انها تكون فاشن موديل، لكن اتليست عندها education باك جراوند، فهو كان فخور يعني. يمكن صح والله، حتى كلام يعني فكرة انه تجربة الجامعة نفسها وتجربة انه حد يكون عنده شهادة، حتى التعامل مع الناس يختلف. لانه خلينا نكون صريح معك، انه في عوالمنا، حتى ما اقولش في عالمنا، ونحدد نظرتنا شوي للفاشن موديل او بنحس وكانه فقط لانه الجسد والجمال نقطه، لكن لا، فما ناس عندها ما تقول، او مثلا حتى في التمثيل يقولك ما هي ممثله خذوها لانها جميله، او فنقولهم مثلا هند صبري محاميه، فالناس دارسه دراسات عليا دره كمان. فهذه الفكره بتاع انه مهم انه اي ثينك يكون في باك جراوند. ايوه مهم شديد، يعني يتخيل يعني الموضوع اكبر مما انه تمشي في الكاتو في الرانوي، الموضوع انه اكبر، انت بتمثلي شيء، بتمثلي بلدي، بتمثلي الشباب، بتمثلي شيء معين، فلازم تكوني يعني مليانه بشيء عشان انت ترفلكت الصوره بتاعت البيربس، المسج اللي انت بتعمله. توا سيران وقت تحب تقدم نفسك لحد تقول له الموديل ولا الأكترس؟ الأيام دي بقول أكترس. أوكي. أنا حسيت إنه يعني أنا بالتمثيل عملت شيء أكبر، صوت أكبر، فبحس إنه فخر كده أنا أقول ممثل، أول ممثلة جنوب سودانية أمثل الجنوب وأمشي عالميا كده، ففخر يعني. بالضبط. نحكيه على نقطة أول ممثلة جنوب سودانية، وكأنه جنوب السودان في السينما دخل من الباب الكبير. أيوة. فأول ممثلة جنوب سودانية تشارك في مهرجانات عالمية تحضر. سوري وأدري جهلي إن كنت ما نعرفش تفاصيل اليوم على جنوب السودان، لكن شو وضع الثقافة في جنوب السودان؟ من أي ناحية ثقافة؟ هل في مدارس سينما؟ في دور سينما كبار؟ حتى نكتشفوا معك، يعني أنا اليوم وعشانك الناس اللي بتسمع فينا وتتفرج علينا اللي ما يعرفوش جنوب السودان، خذنا في جولة. أيوة جنوب السودان يعني إحنا عالميا غير السينما، بعيدا عن السينما، حاليا الليدنج
توب فاشن، اللي هو لو بتشوف المودلز العالميين احنا السعوديين ذا تيكينج اوفر حاليا. في السينما انا هذا اكتشفت الموضوع غريبا، يعني لو مشيت للسكرينينج بتاع الجنوب انا ما كنت عارفه ان احنا عندنا في جامعه جوبا عندنا بروفيسورز بيدرسوا عن التمثيل وبيدرسوا عن السينما عموما، بس دي ما حاجه يعني توكت اباوت، لانه يعني you know لما البلد تشوف انه دي حاجه، ما البلد بس عموما انه دي حاجه يعني مش وقته او ثانويه. يا احنا في تونس على فكره هيك، لا مفيش هو في موجود بس ما حاجه يعني الناس بتدافش عليها، يعني ما لازلنا عليه قدام. ما يمكن اليوم نجاح سيران رح يخلي الناس يقولوا احنا حابين نكون مثلها بالضبط، او البنات الصغار في جنوب السودان حابين نكون مثل الممثله هذه. هو في 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 ممثلين بيشتغلوا على نفسهم بس ما لقوا فرص انهم يمثلوا، وفي مخرجين كمان، في منتجين بس علي ما طلعوا عالميا، وده حاسه ان انا مسؤوليه ان انا اعملها للبلد، واكيد حرجع وحمل ورشات عمل، ما انا شخصيا بس حجيب ناس مهمين حتى كمان زيد يجوا البلد ويثقفونا اكثر عن السينما عشان احنا نشيل السينما اللي كده. حلو، يعني مهم هذا النقطه هذه الحقيقه، خلي يكون بصريح، لانه فكره انه اوكي انا يمكن جاتني الفرصه اني نجحت لكن هذا ما يعنيش اني نتنكر لبلدي. ايوه لا، فلازم اللي في وسعي نقدمه أو اللي يمكن أنا نعمله فنعمله. أكيد. فأحييك على هذا التفكير. ثانية. مشاريع جديدة سيران. مشاريع جديدة في أنا قريت كذا سكريبت، بس صراحة القرار صعب شوية لأنه حاسة إنه زي ما كل مرة بقول إنه وداع عن جوليا خدت ستاندرد very high، ما بقدر أتسرع في القرار. إيه طيب، أنا مش باش نسأل أكثر تفاصيل على السكريبتات، لكن على الأقل جنسيات، يعني مثلا هل هناك من السكريبتات هذم مشروع جنوب سوداني؟ لا، بس أنا رايحة جنوب السودان عشان أقلع مشروع لأن وين قدم أي مشروع من جنوب السودان، فأنا رايحة عشان أخذ المشروع. أنا جيت وروني شو عن. أيوة أنا لا طلعوا المشروع عشان يلا ندخل في الشغل ويلا نعمله. لازم قلت السنة دي قبل نهاية السنة لازم 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 أتليست أشوف فيلم أو فيلمين من جنوب السودان، حتى لو ما يتصور أو أي شيء، لازم أشوف دايركترز، لازم أشوف السكريبت يكون كله بحتاً، الطاقم كله بحتاً يكون جنوب سوداني. جريت، حلو. مش باش نسأل على باقي جزء نقعد نعديوها. طب سوداني قول لي. لا بس طب مصري. حابة تونسي لو في تونسي لو سامعين. جريت، أنا كنت أسألك على النقطة هذه. أيوة. هل اليوم سيران باش تقعد مربوطة في إنها تمثل دور الجنوب السودانية السودانية الأفريقية أو لا؟ أنا كممثلة يمكن أني تقام نحكي بالمصري، علموني تونسي ونمثل دور تونسية أو لا؟ أكيد يعني حابة لأنه ده فن، فما إنها هي عنصرية إنه ليه بتتكلم مصري مثلاً أو ليه بتتكلم تونسي، لكن ده فن، ولو في قضية معينة في تونس بتناسب إنه أنا كجنوب سودانية أقدر أمثلها حتى لو باللهجة التونسية أنا I'm more than happy to do it. يعني أي شخص بيفكر إنه هي عنصرية إحنا في 2024 بالضبط. فأحيانا يصدمك أحيانا ردود فعل الناس. أيوه. وآرائهم على السوشيال ميديا. أيوه بحس إنه متأخرة، أنا بحس إنه يا جماعة خلاص يعني الموضوع عدى، فلازم الناس يمكن طيب هذا في مخصوص السينما. في عالمك الساحر اللي عايشته شنو هو جديد؟ عرفت إنك حليت إيجنسي؟ أيوة. معلش ما فهمت السؤال. في عالم الموديلينج شو جديدك؟ يعني بعد ما حليت الإيجنسي فما شغل جديد، فما كيفاش كمان علاقة شغلك بجنوب السودان والناس؟ يمكن أكيد فما بنات جنوب سودانيات شايفينك اللي أنت ناجحة في المجال هذا فبيبقى صوت. أيوة. فما الرسائل هذه اللي جاية كيفيني نصير موديل كتير، بس يعني للأسف ما لقيت زمن أن أرد على العالم كله في الإنستغرام وفي التيك توك وفي الفيسبوك كمان،
بس يعني حسيت انه انا فاشن موديل وعملت الموديل ايجنسي, فحسيت انه انا حسيت انه انا I'm already reached the top for being يعني عشان انا push في الفاشن موديل كارير. والبربس انه انا فتحت الايجنسي انه انا ادي فرصه, لانه انا لقيت رفض كثير شديد وانا ببدا في مسيره كعارضه ازياء. و the reason why انا فتحت الايجنسي انه انا ادي فرص لي بس ما بس, لكن كان الهدف بالتحديد انه الجنوب السودانية اللي بيعانوا ما قادرين يطلعوا يوروب او امريكا بالنسبه لل الكومبيتيشن از ريلي هاي ذير. فعشان كده حسيت انه دبي كان مرتا مناسب انه يجوا ويعملوا اكسبيرينس, وفي النهايه انت حتعملي كل الديزاينرز اللي هم عالميه. يس عاوزه افتح مكتب في جنوب السودان, وعاوزه اساعد الـ upcoming models يتدربوا ويتمرنوا واديهم النوليدج الكافي حتى يعني health mental health, لانه بيكون في رفض, بيكون في عنصريه, بيكون للاسف في قاسي يعني. فعاوزه امرنهم يكونوا جاهزين انه دي حاجات متوقعه وبعد كده ينطلق. حكيت برشا معاودتها مرتين او ثلاثه جمله الرفض والعنصريه. أيوة. فما مواقف عاشتهم سيران يمكن لو كان عاشهم أي شخص آخر كان سلم وبطل وقال أوكي تمام؟ أيوة, في مودلز يعني بيفكروا في suicidal thoughts لأنه في يعني كاتيجوري معينة أو كاتيجوري معينة أو صفات معينة للفاشن مودل, لو ما فيك, لو جاتك حبة يعني شيء طبيعي, لا بيحسسوك بالقلة, بيحسسوك إنه أنت ولا شيء يعني. حتى لو ما لابسة ديزاينر مثلا جوتشي فاساتشي whatever, ما في حد أصلا بيشوفك يعني, ما في زول بعين لك يعني. it's intense يعني, بتحسي بالقلة يعني, بتحسي بنفسك مع الأرض يعني. في مرة من المرات إنه مشيت كاستينج والديزاينر كانت مصرية للأسف, وأنا فاهمة هي بتقول شنو, هي عارفة إن أنا فاهمة بس لسه بتكلم يعني مرة وحش عن كل المودلز وسبيشلي أنا. السودة دي أنا ما عاوزاها هنا, السودة دي نرجع ورا, أو السودة دي تفتح الشو عشان لونها بيطلع بيظهر الألوان بتاعت الدرس السودة يعني. هيك أنا ما أنا اسمي سيران بس ما بيقولوا سيران, بيقولوا السودة. هذا كان في أول كارير؟ أيوة في البدايات في دبي كان يعني. دي حاجات عادية إحنا تعودنا عليها بس بتتعبك نفسيا يعني, أنت بتبدأ تفكر في حاجات كثيرة إنه ليه أنا كده يعني, ليه أنا سودة, ليه شعري كيرلي, ليه أنا ضعيفة. أنا في دبي تقريبا أضعف فاشن مارو. أنا ما قررت إن أنا أكون كده, أنا ما بعمل دايت معين, ما بعمل رياضة معين عشان أكون كده, بس إحنا كساوث سودانيز كجنوبين إحنا ده أجسامنا كده. معظم الساوث سودانيز هم نحيفين خالص, وده شيء كويس عشان كده most of the high fashion models ساوث سودانيز, بس يعني بتتريقوا عليك مع إنه عاوزينك تمشي رجولك طويلة وضعيفة, بيحسسوك إنه ده شيء كعب, لكن هم عاوزينك انت تفتحي الشو, عاوزينك انت تعمل كده, بس بحسسوك بكل الاحاسيس الكويسه. وشنو الحاجات او الاشياء اللي كانوا يخليوك تصبر قدام كل كميه العنصريه او كميه الاشياء الكعبه؟ عكستي كعب يعني خايبه حتى الناس اللي يسمعوا فينا يعني. ايوه ان انا بس بحب اللي انا كنت بعمل فيه يعني, بحس إنه بسمع 60 فارق وفي الآخر بمشي الشو, وعشان أنا مشيت الشو بحس يعني كأنه الشو بيعمل كده نظام it's okay you know at the end of the day you did it, فده بيساعدك أنت ليه كده. فما ناس اعتذروا؟ لا طبعا. لا طبعا اعتذروا لشو؟ اعتذروا لك على كلام قالوه لك في بداية مسيرتك؟ لا, ولو في شخص جاء أنا حصد البني آدم يعني I don't need it right now. انت قلت الكلام وجرحته في الفترة المعينة
انهرتا بس خلاص يعني اعتذارك اليوم حيعمل شنو بالضبط؟ ما فهو شخصية قوية سيرة، بس ما غرور يعني. أنا بكل تواضع، أنا مغرورة بكل تواضع. لا ما لا 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 مش مش غرور أكيد، لكن هذا اسمها قوة شخصية. يعني حس إنه أوكي moving on. يلا بس أنا ما عاوزة السيرانات الصغيرة في جنوب السودان تمر بنفس اللي أنا مرت بها، فعشان كده أنا مصرة إنه المنتال هيلث في الحتة دي في جنوب السودان أو في العالم إنه يعرفوا يفهموا. أنا ما كنت أعرف، ما في زول قال لي يعني جهزني إنه هاي هتلاقي الحاجات دي، ما في زول. فكنت بتصدم كل مرة بشوف حاجة أنا like oh my god okay. ما في يعني أنا عاوز أجهز البنات عشان يكونوا عارفين إنه في حاجات زي دي هتحصل ويكون easy for them to move on. ويمكن بالضبط يعني هو فكرة التحضير النفسي أو المنتال هيلث اللي يخليهم يعرفوا، لأنه الكلام وأنت تحكي في الكلام عشان هيك أنا اتخبطت شوية. يعني المواقف اللي أنت تحكي فيها أي شخص آخر كان يمكن ينهار. أنا كنت بنهار يعني ينهار ويقول أوكي أنا عندي دبلوم نمشي نشوف أي شغل في الآي تي وشكرا موديلينج يعني. لكن حكي عنه الفرنسيين. طيب حكينا على الموديلينج، حكينا على السينما، اليوم تجارب أو تجربة أنك لفيت مهرجانات وحضرت مهرجانات وعروض الفيلم وآخرهم في تونس، فقط هذه فرصة وكل الناس أنه وداع جوليا موجود في قاعات السينما التونسية. كيفاش لو نقول لك شبه لي عالم السينما بعالم الموديل، في نقاط تشابه بيناتهم؟ أيوة يعني حاجة ما كليشيه الشالو الجلام الاثنين تشابه. أيوة. كعرضة أزياء ما دايما بيت يعني بيعملوا انترفيو بس لك لازم تكوني سوبر مودل أو توب مودل، يعني نايومي كامبل أدو تاكيج مثلا، الماجازينز أو هيك بيعملوا معهم انترفيو، بس دي ماشي كومون عندنا كعارضة أزياء، لأنه أنت لازم تكوني كل الصمت وبتمشي بس كل اللي أنت بتعمله you sell the outfit. موضوع الصمت، وأنا وقت ما شفت وداعا جوليا أول مرة قعدت نتسائل لماذا شخصية جوليا ما تتكلمش برش. قابلت سيران كان عندي نفس التساؤل امبارح، لماذا سيران ما تتكلمش برشا؟ أبهرتني اليوم، أبهرتني تو في البودكاست. لا ما شاء الله، لا الحمد لله، فكرة الهدوء وقلة الكلام، هذا طبعك من وانت صغيرة أو هذا اكتسبته في المودلينج؟ لأنه أنا يمكن أن نوصل شغلي ونشتغل من غير كلام. لا في موضوعز بيتكلموا كتير. يعني أنا كنت أعتقد إنه أنا بحكي يعني لو مشيت فاشن شو أو فوتوشوت يعني بكون بتونس، بس بحس إنه في ليميتس يعني نتعرف وخلاص، يعني ما ضروري تمشي أكتر. الكلام الكثير بيؤدي للخطيئة زي ما بيقول، فما في داعي زول يتكلم كلام كثير ما عنده معنى، فلازم كلامك اللي أنت بتقوليه يكون كلام مفيد. يعني أنت بتقولي الكلام ده ليه؟ انت انا لو قلت لك حاجه هتستفيد انت منها في شنو بالضبط؟ ايوه. بس جوليا كان عندها الصمت لانها كانت يعني زي ما قلنا هي شخصيه قويه وكان عندها اسباب انها هي، وبعدين الصمت يعني وسيله قويه جدا، انت بتقدر تفهم وتكون انت يعني ستادينج الانفايرمنت بتاعتك بالصمت، وبتعرف ان بتدرب الخطوه الثانيه ليك. فهي استفادت منها لأنه عندها طفلها، وكانت لازم تكون في الصمت لأنه كانت ما فاهمة وخايفة ووحيدة، حست إنه عالمها كله اختفى فجأة، هي ما عارفة هو وين راح هو. فالصمت كان بالنسبة لها يعني وسيلة إن هي تحقق أهداف هي كانت بتحلم بها مع زوجها. سيران من تجارب كثيرة حست إنه الصمت أفضل يعني وسيلة، إنه زي ما جوليا عملت إنه بتستدي the environment وتشوفي يعني وبتتكلمي كلام anyhow. فلو تكلمت يكون الكلام في محله.
أيوة يعني لازم أنت لازم أفيد بس إنه يعني إحنا خلاص برا العالم إنه بتتكلم يعني لها مجيئة زي ما وكل الناس اليوم تتكلم للأسف، كل الناس تعطي رأيها، كل الناس خبيرة في أيوة. في كل المواضيع. أيوة أيوة دي حاجة أنا شفتها كثيرة أونلاين للأسف. فما حسي إنه في آراء ضرورية، في آراء لازم أنت تقولها عشان التوضيح، أو في حاجة معينة أنت يعني كشخص عنده صوت في السينما أنت لو قلتها إحنا بنستفيد أو بتوضح لنا حاجات كثيرة. بس أنت أصلاً زول يكون ما عندك background عن التوبيك المعين اللي بتدسكس وعاوز تتكلم، يعني أنا حستفيد منك شنو؟ أنت أصلاً ما عارف أي شيء يعني. يلا ما هذا كله يخلق العالم اللي نحن فيه بكل هالأنواع. آخر سؤال حتى ما نطورش عليك سيران، لأنه يعني الحقيقة اللقاء ممتع ويمكن نقعد ندرس ساعات، لكن الالتزامات اللي نعرف الزيارة ماهيش طويلة برشا في تونس. فكرة أوكي، عملنا تدريب حتى نصوروا وداعا جوليا، التعامل مع الابن مع داني في الفيلم كيفاش حضرت له؟ لأنه برشا ممثلات يقولوا تعامل أنك توصل الأمومة في فيلم صعيبة، فكيفاش كان التعامل؟ شنو علاقتك معه؟ أنا أصلاً بحب الأولاد، يعني بحبهم، وعندي أولاد أختي في نفس العمر، ف I know how to deal with them. بس داني الأستاذ كردفاني طبعاً حس إنه ضروري أمشي له، يعني كان بيبعتوني عنده في البيت كل يوم، بمشي له في البيت، بشيله من الروضة، مش معاه البيت، بغير له، باكل معاه، يعني بحس أمه كانت بتكون معانا بس بتكون somewhere هنا، وبس بتكون بتشوف فينا، يعني بسأله هو بحب شنو، بشتري له ألعاب ورا ما أشوفه، يعني كنت أكسبه كابن لي، وكان علاقتنا يعني حلوة شديد. العلاقة مستمرة؟ للأسف لا ما مستمر، لأنه التواصل بس كان من خلال أمه، وطبعا حصل اللي حصل في الخرطوم. I reached out عشان أشوف هم كيف أو كويسين، بس ما لقيت رد، و it's okay I understand، لأنه سمعت من طاقم العمل إن هي كويسة وطلعت، فهذا كان شيء مهم بالنسبة لي. Great. طيب حتى نختم سيران، كلمة للناس اللي يمكن يسمعوا في البودكاست هذا من جنوب السودان أو جنوب سودانيات وجنوب سودانيين، واللي يشوفوا في سيران يمكن اللي قدرت أنها تعمل أول خطوة في عالم التمثيل، كلمة ليك معها، شو الرسالة توصلها له؟ واو. بقول إنه يعني لو عندك حلم خش عليه، يعني أعمله، برسيو أحلامك. إحنا عايشين في زي ما قلنا 2024، أسهل بكثير إنه أنت تكون الحاجة اللي أنت عاوز تكونها بخلال السوشيال ميديا، بخلال يعني ما في حاجة مستحيلة حاليا. يعني أنا لو عاوزة مثلا أكون فاشن مودل، بخش الإنستغرام وبشوف agencies، بعمل الحاجات اللي مفروض تطلب كفاشن مودل، بكون available mentally and physically للحاجة المعينة اللي أنا عاوز أعمله. فلو في حلم معين أنت عاوزين تعملوه أو تمثيل، أصرف يعني invest in yourself، learn always learn، يعني topics مختلفة. دي حاجة أنا ما كنت بعملها من زمان، لكن بديت أعملها هسي، وحسيت إنه اكتشفت إنه دي شيء مهم إنه أنت to invest in yourself. It might take long الشيء، بس do it. It's worth it. Great. I think بعد الكلام هذا ما عندي شيء نقوله. شكرا سيران رياء. شكرا على الاستضافة. شكرا لأنه كمان تعبتك الصبح. It's okay. شكرا. شكرا. فيلم وداع عن جوليا موجود في تونس. الحلقة طبعا تلقاوها على سبوتيفاي، أبل بودكاست، جوجل بودكاست، screenarabia.com، وطبعا يوتيوب الفيديو. شكرا، ونتقابلوا في قاعدة سينما جديدة إن شاء الله. عاوز أقول شكرا لإيزي ديستريبيوشن إنه قدروا يجيبوا الفيلم لتونس. شكرا لكم ليهم.